اليوم موضوعين عندنا متابعتين مهمة، المنتخب الوطني بالمتابعة الثانية وموضوعة مباراة العراق والإمارات واستضافة الأردن لهذه المباراة، وقبلها موضوع اجتماع لجنة تراخيص الأندية اللي أنهت اجتماعها اليوم وأعلنت نسب إنجاز الأندية لمتطلبات الشروط والتراخيص، وهذه النسبة مثلت مفاجآت للشارع الرياضي العراقي. راح نحكي بها اليوم. 9 أندية فقط هي اللي حصلت على الرخصة، والأندية الأخرى المتبقية علقت رخصتها، مو ما حصلت عليها، علقت رخصتها. راح نشوف الفرق واللي صار باجتماع لجنة التراخيص اليوم مع السيد منعم جابر عضو لجنة التراخيص باتحاد الكرة العراقي اللي راح يكون معنا عبر الهاتف بعد ما نشاهد أول التقارير لزين السراج. تسعة أندية كروية هي من حصلت على الرخصة الكاملة من لجنة التراخيص التابعة للاتحاد العراقي بكرة القدم، والتي عقدت مؤتمرها ظهر اليوم الأحد للإعلان عن نسب جاهزية الأندية. ففي شمال العراق حصلت أندية أربيل والسليمانية وغازي الشمال على الرخصة، وفي بغداد حاز الكرخ على الرخصة إلى جانب أندية أمانة بغداد والنفط والصناعة. أما في الجنوب فنالت أندية البحر ونفط الجنوب الرخصة أيضاً. 16 نادياً آخراً كانت رخصته معلقة بسبب أمور تتعلق بالملعب والجهوزية التامة، أبرزها الأندية الجماهيرية البغدادية وهي الزوراء والقوة الجوية والشرطة والطلبة، إضافة إلى الكهرباء والحدود والحسين والصناعات الكهربائية. وزاخوا شمالاً وأندية الفرات الأوسط وهي كربلاء والنجف والكوفة ونفط الوسط والسماوة، وتم تعليق رخص أندية نفط ميسان والميناء أيضا. 50 يوما هو ما تبقى لهذه الأندية لكي تعيد وضعها من جديد من أجل أن تستوفي الشروط، وبخلاف ذلك لن يكون لها مكان ما بين الأندية المرخصة بصورة نهائية. مباشرة عبر التليفون من بغداد السيد منعم جابر عضو لجنة التراخيص باتحاد الكرة العراقي. سيد منعم مرحبا بك بلاعب 12 وبالشرقية، اجتماعكم اليوم مهم وحاسم ومصيري، لكن أولا أريد يعني أستوضح منك على نقطة مهمة جدا، الفرق بين عدم المنح وبين التعليق بالنسبة للأندية اللي ما أخذت الرخصة. تحياتي لك قناة الشرقية ولجمهورها العزيز، واحنا مستعدين نجيب على اسئلتكم بخصوص يعني التعليق وعدم المنح. التعليق يعني النادي المرخص مطلوب بعض المعايير اكمالها او ايجادها والاضافه بعض الاضافات، طيب. بينما عدم الترخيص هو انهاء قضيه ترخيص النادي والموافقه على انشاءه في دوري الموسم القادم. يعني الأندية المعلقة لعددها 16 ستكون مهيئة لأن تأخذ الترخيص إذا أنجزت المعايير التي طلب منها إكمالها. مثلا بعض الملاعب لا أكثر من 50 أو 100 كرسي، ملاعب أخرى لا، بعض الفرق ما عقد العقد مع وزارة الشباب وحصل الفرق الجماهيرية في هذا القناعة متخلفين لإكمال شراء قضايا العقل. بالنسبة الفرق واضح، وإحنا بالنسبة لنا ما حجبنا الترخيص على أي نادي، ولكن أكثرنا من الأندية المعلقة لإكمال نواقصها. طيب هذا التعليق والموافقة كان بأمر من عندكم، بموافقة من عندكم ومن الاتحاد الآسيوي، وجاكم اختار بها سيد منعم؟ دخلنا المعايير الخمسه، طيب. اللي يعتمد عليها احنا المعايير الخمسه، اخذناها خمس اعضاء من لجنه التراخيص وكل واحد يهتم بمعيار من هذه المعايير. احنا بنفس الوقت فتشنا هذه المعايير لقينا بعضها نقص واضح، وهذا طيب. النقص ابلغنا فيه الانديه حتى انه الترخيص وعدم السماح بالترخيص على اساس كل معيار، يعني
أكون أقدم ما تخصوا لأن المالي أكو بعضهم في البنى التحتية على وجود الملاعب أو عدم قيام أي عقد ما قيام ما عدوا عقد للإيجار للملعب اللي يرجو وكذلك بالنسبة للمعيار الرياضي والمعيار زين سيد منعم الأندية التسعة اللي حصلت على الموافقة خلاص هذه تعتبر أندية مؤهلة لأن تلعب الموسم الجاي بدوري محترفين هل هذه الموافقة نهائية؟ نعم احنا بالنسبة ل هاي الأندية اللي طلعها الترخيص الكامل مثل ما ذكرت هاي الأندية أيضا تفرض على الرقابة من خلال كل شهرين او ثلاث شهور بتسوي زيارات لهذه الانديه واحنا الان يهمنا الانديه اللي معلقه ترخيصاتها هاي الانديه راح نبني نتابعها لانه اكو بعض الانديه يعني مثلا نادي التاجي اللي به اربع فرق بالدوري هذا النادي مناسب الساعه فقط يعني مكمل كراسيه ومكمل كل الامور الاخرى ولكن ما مكمل الساعه فلهذا احنا للصبر يجي بعد 10 ايام قدمنا قرار يقول عن الساعه نصبتها وعن جهاز الطول الترخيص. طيب. فاحنا نشتغل على حتى ال 50 يوم هي مو بالضروره تكون كله 50 يوم اساسي قبول هذا. المشكله بالانديه بعض الانديه اللي تعلقت رخصها يعني نادي مثل الميناء، نادي مثل الزوراء، نادي الجويه، القوى الجويه، الشرطه، الطلبه، يعني انديه مهمه جدا. ورخصتها علقت وهذا مثير للقلق ما اعرف اذا مشاكل يعني هذه الانديه الخمسه كبيره صحيح كلامك جدا جميل انه الانديه الكبيره وجودها بالدوري ضروري وضروري جدا وحتى على قول الاستاذ عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد يقول الدوري بدون هذه الانديه الكبيره سيبقى دوري بدون طعم زين احنا نعرف هاي الحقيقه زين لكن ما اذا وزاره الشباب لا زالت مصرة على عدم توقيع عقد إيجار الملاعب يعني نفس الميسان المفروض ملعب ميسان الدولي عندك نفس الأندية الأخرى الجماهيرية الجوية والشرطة والطلبة والزورة ملعب الشعب هاي المفروض بالدوائر الرسمية وبالذات وزارة الشباب يعني من خلالكم مثل ما قلت لك في لقاء سابق مع حضرتك أنه وزير الشباب مدعو لأن يتعاون مع هذه الأندية الكبيرة وأن يسهل العملية يعني هذه الأندية سيد منعم من الكرة العراقية الميناء كابتن يعني الميناء والزوراء والشرطة والجوية مشكلتهم بس الملعب ولهذا علقت رخصتهم؟ إلا أنه هذول أربعة مفيدين بملعب واحد والميناء ملعب البصرة نفط الميسان ملعب العمارة يعني هم هاي كلها ملاعب هاي الملاعب الاستراتيجية والكبيرة هاي خاضعة عمليا إلى وزارة الشباب وإذا لم تقدم وزارة الشباب عقد أو لم تتم الاتفاق على عقد فمعنى هذا أنه هاي الأندية راح تبقى مهددة بالإخفاء يعني مشكلة هذه الأندية بس الملاعب باقي الأمور الإدارية والمرجعية التجارية والتسويقية كلها مشت أمورهم بس مشكلتهم الملعب هي حقيقة المشكلتين الأساسيتين التي تواجه الفرق العراقيه الملعب والجانب المالي هذين مشكلتين يعني وهاي الانديه سيد منعم ما جاوبتني هذه الانديه هاي الانديه الخمسه الجماهيريه ميناء زوراء شرطه طلبه جويه مشكلتها فقط بالملعب الان في الملعب وبعضها عندها مشاكل ماليه مثلا النادي الطلبه عنده بعض المشاكل الماليه احنا سهلناها بعد الاتفاق مع الاتحاد الاسيوي انه اذا كان جاي قرار من الفيفا يعني الاتحاد الدولي او من محكمة كاس صعب محترف انطينا شرط ايفاء الدين اما اذا كان الدين بين اللاعب المحلي والنادي وما قايم دعوة او ما مسوي طلب نقول له انت بالنسبة لك مع نادي النادي المعني عليك ان تبقى من الان حتى نهاية الموسم يعني 14 و 15 يعني طلعنا تقريبا اكثر من سنه زين سيد منعم هذه لاهميه هذه الفرق الجماهيريه حتى نوضح الصوره للشارع الرياضي وللكل الطلبه مشكلته ملعب زائد متعلقات ماليه تمام اكو بعض المتعلقات الماليه ولكنه بيحل هو بالطريق بيحل طيب الزوراء مشكلته بس ملعب
بس ملعب صحيح. الجوية مشكلته بس ملعب. بس ملعب كان عنده يعني بعض الأمور البسيطة البارحة يعني على بالمناسبة البارحة رحنا إلى نادي جوية وزرناها ويا سيارة الأخيرة واللي هي يعني حتى خارج الوقت ولكن أنا نعتز بالجوية بطل الدولي وبطل الكأس وبطل الاتحاد الآسيوي لازم نهتم ونهتم كثيرا بأن يكون متواجد في الأندية المحترفة. والشرطة الشرطة الشرطة هم مشكلتها بس ملعب؟ ابدا ما عنده اي مشكله، فعلا عنده مشكله مع مساعد مدرب واليوم كان يمي ممثل الشرطه انطيت القضيه وقلت له حلو هو يعطيكم 15 مليون انطوه خمسه وسهلوا يعني مشكله الشرطه مو ملعب كابتن، مشكله الشرطه مو ملعب، مشكله متعلقات ماليه ومساعد المدرب مو هوايه مو هوايه لانه الان يا ملعب عندهم الشرطه الشرطه يا ملعب كابتن عنده قدره على يعني مرونه بالحال والشرطه عمليه الاتصال والتنسيق فيمكن يعني اعتقد قضيتهم مو ماليه صعبه. الشرطه معتنى. الشرطه يا ملعب اخذوا موقعين ويا الوزاره ماخذين ملعب لحد الان ملعب الشعب لحد الان موقعين الجماهيريه الاربعه لكنه حسب اعتقادي لا تعذر لانه بعض الشروط اللي فرضها وزاره الشباب شروط قاسيه. لا مو سيد منعم، سيد منعم بس خلي افهمك خلي افهمك قصدي بس اسمح لي خلي بس اسمح لي سيد منعم من الفرق ان تاخذ الورد مال المباريات وتاخذ الورد مال الاعلانات يعني هي كره القدم هي اعلان سيد منعم مباريات وورد سيد منعم سيد منعم بس اسمح لي سيد ما خلينا نشوف سيد منعم بس اسمح لي هسه الطلبه والزوراء والجويه قلت لي مشكلتهم مشكله الملعب والشرطه ما عندهم مشكله بالملعب ليش شنو فرق الشرطه عن ذول الانديه ليش ذول عندهم مشكله هذا ما عندهم مشكله الملعب ايضا انت قلت لي الطلبه والزوراء والجويه انت قلت لي الطلبه والزوراء والجويه والطلبه والشرطه اربعتهم مشكلتهم في الملعب هذه الفرق الجماهيريه من الصعوبه ان تلعب في ملاعب صغيره ليش الشرطه من سالتك على الملعب ليش الشرطه من سالتك على الملعب تقول لي ما عندهم مشكله بالملعب موقعين عقد جوزاني اخطأت بالتحرير لكن هو تسألني حقيقة أقول لك الشرطة أيضا يعاني من قضية الملعب أو هي أهم مشكلة مشكلة الملعب يا أستاذ ديان نعم ولا والميناء همينة والزوراء والجوية والطلبة مشكلتهم مشتركة هي مشكلة الملعب والميناء همينة مشكلتهم بالملعب أيضا والميناء الملعب ونفط الميسان أيضا الملعب يعني هاي ست فرق ونادي كربلاء الملعب كربلاء عندهم ملعب لفط ميسان عندهم ملعب نعم عندهم ملعب بس الوزاره ما وقعت عقد وياهم طيب يعني دعوه لوزاره الشباب والرياضه سيد وزير الشباب والرياضه يسمعنا واذا حبيت يتلي برايه بالبرنامج هسه احنا بالتاكيد تحت امره لكن هذه دعوه للوزاره انه وصلنا الى الديدلاين الى الخط الفاصل والى تقرير المصير فلازم الوزاره تتحرك والانديه ايضا تتحرك احنا منلوم الوزاره بس 50 يوم فقط سيد منعم هي المهله الممنوحه للانديه التي علقت تراخيصها ماكو تاجيل عليها ولا زياده ولا تمديد لا هي 50 يوم وانا حسب تصوري اذا حصلت النوايا الحسنه نعم اذا حصلت النوايا الحسنه وحصلت الرغبه فجميعهم سينتهون باقل من شهر نعم ولكن اذا بقيت الامور بحالة تزمت وأنا أقف على الجانب الأيمن وأنت تقف على الجانب الأيسر لا نقترب إلى الوسط معنى هذا أن هناك بعض الأندية ستحرم طيب إلا اللهم بحالة واحدة أنه يجوز أكو أندية تغير ملاعبها يعني من طيب. إذا ما حصل يعني يجوز بالعموم أنت متفائل بالعموم أنت متفائل سيد منعم أنا متفائل لأنه خاصة المؤتمر اليوم اللي أعلن به استقبلوا الأندية بروح رياضية عالية وكل الأندية طيب. ما حد اعترف لحد الآن على الرغم من وجود لجنة تمييزية تميز القرارات خلال 14 يوم القادمة إلا أنه الأندية استقبلت القرار إحنا تصرفنا بشكل حقيقة ذكي وقانوني بفضل معلومات رئيس اللجنة الدكتور المحامي محمد قحطان ما سوينا عملية إبعاد الأندية غير المتكاملة انطيناها السنة سويناها مثل ناجح والكمال سويناها كمال تمام ووصلناها إلى 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 عملية إلى الجروف بقت هي إذا تعاوننا بس خلي تعاوننا أما إذا ما تعاوننا هي إحنا شو نسوي بعد
طيب سيد من عم جابر عضو لجنة التراخيص، شكرا على وقتك وعلى كل هذا التوضيح المهم اللي سمعناه من حضرتك بهذا الاتصال الهاتفي. حقيقة أشياء مهمة جدا، كل الأندية يجب أن تستمع إلى هذا الكلام، وأيضا وزارة الشباب والرياضة اللي هي جزء من عملية حلول هواية قدمتها الوزارة لكرة القدم العراقية خاصة وللرياضة بشكل عام. دعوة لسيد عبد الحسين عبطان لوزارة الشباب والرياضة بشكل عام أنه تتبنى هذا الموضوع بشكل إيجابي وبإطار مهم لإنجاح العمل وترك الخلافات مع الأندية، ترك الخلافات على قانون انتخابات الأندية على جانب، وحل هذه الأمور أول مرة، وبعدين اللجوء بسلطة الوزارة وبقدرتها على التحكم بالأمور وإصدار القوانين، قدراتها التشريعية وقدراتها التنفيذية على أنه تترك هذه الخلافات والتقاطعات. سيد وزير الشباب والرياضة مدعو لأن ينسى كل خلافاته مع الأندية وتقاطعاته مع الأندية ويترك الأمور الشخصية جانب ويذهب إلى العمل على أنه تكون هذه الأندية كلها موجودة، لأن هذه الأيام الخمسين يوم الجاية حاسمة وبها مفترق طرق. خلينا نتابع هذا الجرافيكس اللي يوضح لنا الأندية اللي حصلت على الرخصة والأندية اللي ما حصلت على الرخصة. بكل محافظات العراق، أربيل بالشمال العراقي، أربيل، السليمانية، فريق غازي الشمال، ثلاث أندية حصلت على الرخصة. الكرخ، أمانة بغداد، النفط، الصناعة حصلت على الرخصة، وأندية الجنوب نادي البحري ونادي نفط الجنوب محصلين على الرخصة. تحية وشكر وتقدير واحترام كبير لإدارات هذه الأندية على هذا العمل الجبار اللي قاموا به، ألف شكر لكم. الأندية العراقية التي تم تعليق رخصتها من الجنوب نفط ميسان والميناء، واثنيناتهم مشكلتهم بسيطة وملعب، دعوة لوزارة الشباب والرياضة مرة ثانية تحل الموضوع. أندية الوسط، تخيلوا، الزوراء، القوة الجوية، الشرطة، الطلبة والكهرباء والحدود والحسين والصناعات الكهربائية ما حاصلين على الترخيص. طامة كبرى مسؤوليتها على الأندية وعلى الزاخو بالشمال، أيضا ما محصل على الرخصة. كربلاء، النجف، الكوفة، نفط الوسط، السماوة، أندية أيضا كبيرة ومهمة، أندية مثل كربلاء والنجف ما محصلة على الترخيص، وهذا أمر مهم جدا وخطير جدا. أندية كبيرة مثل الزوراء، القوة الجوية، الشرطة، الطلبة، كربلاء، النجف ما حصلت على الرخصة. نادي مثل نادي زاخو أيضا بهذا الملعب المهم وبهذه الإمكانيات أيضا ما محصل على الرخصة أو علقت رخصته. اتصال سيد عبد الرحمن رشيد جاهز شباب؟ طيب، إلى أن يجهز السيد عبد الرحمن رشيد عضو إدارة نادي الزوراء، وهو أحد الأندية اللي ما حصلت على الترخيص، بالتأكيد هذا شيء مهم وضروري جدا. اليوم لجنة التراخيص أنهت اجتماعها يوم الأحد وأعلنت نسب إنجاز الأندية، 9 أندية حصلت على الموافقة. نرجع ونقول الشكر الكبير والجزيل لإدارات هذه الأندية والعاملين بها من كل الصفات ومن كل الفئات على هذا الأداء الكبير وهذا العمل المهم اللي قاموا به بموضوعة التراخيص والحصول على التراخيص، أمر مهم ومهم جدا. بارك الله بكم، ودعوة للأندية الأخرى 16 اللي من ضمنها نادي بحجم الميناء ونادي بحجم الزوراء وبحجم القوة الجوية وبالمسؤولية المشتركة، بالتأكيد يعني الأندية تتحمل جزء مهم وكبير بهذه العملية، لأنه ما استطاعت هذه الأندية خلال سنوات طويلة أنه تبني لها ملعب مرتب حلو بمنشآت جيدة، لكن انطت ملايين أو مليارات الفلوس على لاعبين ما قدروا يسووا لها أي شيء ولا يحصلون على بطولة مثل أندية الطلبة والنجف وكربلاء. كان الأفضل لهم أنه يبنون ملعب، هذا من جانب الأندية. أما من جانب الوزارة، فالوزارة اللي هي حاضنة لكل هذه الأمور بالتأكيد هي أمور صعبة ومهمة. سيد علاء كاظم رئيس الهيئة الإدارية نادي الطلبة، سيد علاء أنا أشكرك على تواجدك ويانا، أنت واحد من الأندية الجماهيرية الكبيرة اللي رخصتها معلقة، وأنتوا تتحملون المسؤولية كإدارة نادي الطلبة وكوزارة شباب ورياضة. سيد علاء، خلينا بصورة النادي والحل حتى النادي حصل على رخصته. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بداية الحديث، إحنا ما نتحمل المسؤولية، المسؤولية تتحملها الاتحاد العراقي الأخر ولا وزارة الشباب تتحمل المسؤولية.
الاتحاد العراقي الاخر الامور التراخيص من 2007 ما 2006. وانتم من 2007 ل 2017 سيد علاء ما كنتوا تدرون من نادي الطلبه راد ملعب ابني؟ لا لا ماكو لحد الان ما حد ما طول لجان ولا هم. انتوا كنادي الحلقة. انت كنادي اليوم انت صار لك رئيس نادي الطلبه 11 سنه ما حسيت في يوم من الايام تقول اني اروح ابني لي ملعب؟ التاريخ يذكرني به، الجمهور يذكرني به، الدنيا كلها تذكرني به. فيان حبيبي هذا الملعب هذا اختصاص وزاره اختصاص مليارات. وليش ما ابني انت ملعب؟ قليل صرفتوا على اللاعبين، قليل ذبيتوا فلوس، قليل ذبيتوا فلوس، شهر بنص هاي الفلوس بدون لكم ملعب. استاذ فيان استاذ فيان احنا ما جاي نسافر ولا جاي انت كلامك خمسه احنا نحكي وهذا كذا، احنا اكو عندنا وزاره واكو دوله واكو قانون والقانون هو فوق الكل، ما تقدر انت تجيب من عقد اللاعب وتاخذ فلوس من الدوله وتحسبني مو كيفك، هاي وزاره وقانون بيها، الوزاره تبني، الوزاره شرت مليارات مو شرت مليون، يعني 600 مليار، يعني هسه الشرطه والزوراء والجويه كلها، يعني انا والله زين ميزانيتي، يعني مليار اقوى شيء، هاي المليارات كلها انخفضت على الكره العراقيه ما حد يقدر يتلاعب، يعني وراك مفتش عام ونزاهم هم يعطوك هاي حقوق. اعرف كابتن علاء كابتن، مو انت بديت الموضوع، بديت الموضوع وخليت مسؤوليتكم انتم يمكن كان هذه طلبه. الاتحاد العراقي ليش احنا اشتغلنا هاي فتره الست شهور؟ اشتغلنا اولا احنا حصلنا على لجنه تراخيص كامله وبقى شغله الملعب معلقه ملعب الشعب لان ايجار كل الانديه الجماهيريه من ضمنها نادي نفط ميتان والميناء والكهرباء والكربله هذول كلهم ما محصلين على لجان بس فقط ملاعب مالتهم وهذا الملعب ايجاره يم وزاره الشباب والرياضه زين. اما بالنسبه للنقاط الباقيه ال 17 نقطه نادي الطلبه 100% مستوي الشروط بس بقى الملعب هو بايجار والملعب اعتقد اذا بزمن السابق احنا نلعب على ملعب الشعب كله ما عنده ملاعب فهسه حاليا ملعب الشعب اليوم لجنه التراخيص احنا اخذنا لجنه التراخيص الحمد لله انت دخلت في سؤال بين المعلقات كذا ما عندنا اي معلقات لان استاذ حتى السؤال مالك هو مبين احنا واضح ان جان تراخيص احنا استلمنا يعني وطونا 50 يوم على تفاوض مع ايش راح تسوون بال 50 يوم سيد علاء؟ ايش راح تسوون بال 50 يوم؟ ما عندنا بال 50 يوم احنا راح ناخذ يصير اتفاق بيننا وبين وزاره الشباب والانديه مثلا وزاره الشباب ايه؟ على قول مدير القانونيه الاستاذ علي طاهر طلع بقناه دجله وقال احنا متعاقدين مع الانديه السبعه الموجوده راح ياخذون احتياجي راح يصير بالنسبه لهم للوزاره الشباب بالنسبه للنادي لدخول الجماهير والوارد مالته وجد اللي راح يقرر راح يكون العقد ومن حق الملعب يعني يقدر يستقطب او يعني يستضيف ثلاث انديه من حق هاي الانديه موجود الميسان اذا ما رايتهم يعني انت شوف مشكلتكم سهله راح تحلوها ب 50 يوم سيد علاء؟ وليش 50 يوم؟ هم باكر يقدر وزاره الشباب تحلها بيوم واحد ليش 50 يوم؟ لا اعرف انتم الوزاره عندها شروط وعدها خطوط وانتم ايضا عندكم شروط وخطوط شروطها واضحه شروطها كلش واضحه وصريحه والوزاره كانت يعني سابقه في هذا العمل تقدرون عليها انتم كنادي طلبه سيد علاء تقدرون عليها؟ ماقين هي كلها قاعدين 14 نقطه حطيناها كلها حطيناها يم الاستاذ علي طاهر يم الولد الموجودين وكان الاخ الموجود الاستاذ صالح وابو اكو اخ نشأت بخساره ابو كانه و14 نقطه الوزير الشباب حكى مع كل الانديه وقاعد رئيس الاتحاد وقاعد نائب رئيس اللجنه الاولمبيه وتكلمنا بالموضوع 14 نقطه اسهل من ماكو يعني ايش وقت راح ينحسم يعني ايش وقت راح ينحسم موضوع الملعب يعني ببالك انت اليوم انت اجاكم تعليق للرخصه يا حبيبي نعم الملعب هو يعني يحلونه وزاره الشباب يتعاقدون مع هاي الانديه تعاقد يعرف انت الوزاره الشباب هم يدقون الباب عليك يا سيد علاء شغلتك كم الوزاره غير تروح لهم انا ما قصدك لك اقصد كل الانديه يا اخي انت ليش انت تستعجل بالكلام؟ انت على كيفك بالكلام لا تستعجل انا قاعد افهمك انت تسالني وانا اجاوبك يلا قول قاعد اقول لك اولا وزاره الشباب انت منو قال لك داقين الباب؟ شلون تقول احنا ليل ونهار قاعدين ويا وزاره الشباب وماخذين موافقه وزاره الشباب وطلعنا كتاب اسمي وزاره الشباب الاتحاد العراقي بس هذا عندهم قانون عندهم مفتش عام وعندهم رقابه وعندهم تربيه بدنيه مو يجي يسوي لك عقد ويعطيك اياه وروح غير يدرس هو دراسه شو كنت ما احنا ليل ونهار بوزاره الشباب انا اليوم وزاره الشباب الباحث في وزاره الشباب فهذا الموضوع انت يعني احنا متصلين كل الانديه موجودين يعني اليوم اتصلنا انا والدكتور عدي ابو الشرطه انت ما تعرف الحل حتى تسال عندنا مو تقول لهم وزاره الشباب ما تجيك تقول لك تعال بوي هذا ملعب لك لازم انت تروح تراجع على ما تقدر تاخذ الملعب فاحنا راجعنا والوزاره متجاوبه ويانا تبقى بس شغله الامور الماديه لان وزاره مقرره اكو امور ماديه تعطيها الك والعليك فانت اذا توافقت ما وافقت الوزاره ما تعطيك بس انتوا راح تكونون مرنين ويا الوزاره وراح تنفذون كل الشروط لان انتوا الان بحاجه لهذا الامر
طبعا هي كل الانديه بحاجه للامور، طبعاً. بس هذا الطلب كل الانديه طبعاً. لان احنا الملاعب ما تابعه لوزاره الشباب، ما تابعه للشخص، فوزاره الشباب هي القرار الاول والاخير لوزاره الشباب، راح وزاره الشباب هي تنفذ الشيء اللي تريده، الشروط شروط تريده هي، راح تقعد يعني بالتفاهم. احنا سمعنا المدير القانونيه وسمعنا وزير الشباب وسمعنا مباشره، بس الوزير الشباب يعني ينصح الانديه، قلنا له احنا نروح لمجلس الوزراء على كل وزير شباب، قلنا له رئيس الدوله رئيس الوزراء، قول له يابا كل وزير يبني نادي، كل الانديه ما باني، كلها مفشه وقاعده، زين هو الوزير النقل، وزير الداخليه، وزير الصناعه، وزير التعليم العالي، وزير الدفاع، كل واحد يبني ناديه، بالعكس يثقون بالنادي، هسه الانديه بس من محافظات بنت هوايه، وهذا الشيء هذا الشيء متميزه، سبقت بغداد، بغداد لحد الان ماكو ملعب انجز ماله، كل الانديه. طيب كل الشكر جزيل لك الكابتن علاء كاظم رئيس الهيئه الاداريه لنادي الطلبه على وقتك وعلى مداخلتك ويانا، وضح لنا انه الامر سهل جدا بالنسبه لنادي الطلبه، خلال ايام قليله راح تنحل المشكله، ومشكلتهم مشكله ملعب، والمتعلقات الماليه قال عليها السيد منعم جابر يعني امكانيه حلها ايضا غير صعبه، وبالتالي اليوم الطلبه نحاول انه نصل لسيد عبد الرحمن رشيد، لكن رد علينا قال انا بباص وما اقدر ارد رغم الاتفاق المسبق اللي بيننا انه يكون ويانا بالحلقه، لكن بالتاكيد عذره معاه. خلينا بالتغطيه الثانيه الان نحاول نحصل السيد عبد الرحمن رشيد لو وافق يكون ويانا. المنتخب الوطني يتحضر لمواجهتي تايلاند والامارات الاخيرتين بتصفيات مونديال روسيا في مباراتي تحصيل حاصل، ما نترجى من عندها غير نتائج طيبه ومستويات زينه تعطينا امل بالمستقبل وتحسن من مستوانا بالتصنيف بالحاضر. خلينا نشوف تقرير. مباراة ودية وحيدة سيخوضها المنتخب العراقي بكرة القدم أمام نظيره السوري في ماليزيا استعدادا لمواجهة المنتخب التايلانديج والذي سيلعب معه الفريق العراقي في الجولة ما قبل الأخيرة من نهاية مشوار تصفيات كأس العالم. أما لقاء المنتخب الإماراتي فسيكون على الأراضي الأردنية بعد أن أبدى الاتحاد الكروي هناك موافقته الكاملة على لعب الفريق العراقي على أرضه. تعاون كبير في هذا الجانب مع تهيئة ملعب عمان الدولي لاحتضان المباراة ولتسهيل المهمة أكثر على الجماهير العراقية باعتباره الأقرب إليهم من غيره، وليس غريبا على الأشقاء الأردنيين هذه المواقف الرياضية والتي سبقتها مواقف أجمل مع الأندية والمنتخبات خلال العقود والسنوات التي مرت. أما فنيا فيشدد نجوم الكرة العراقية وأهل الصحافة على ضرورة تواجد الاستقرار داخل صفوف الفريق العراقي، خصوصا مع النجاحات التي حققها المدرب الحالي باسم قاسم في آخر موسمين له بعد حصاده الوفير مع الزوراء والقوة الجوية وظهور المنتخب معه بصورة جيدة في لقائه الأخير أمام اليابان والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بعد مواجهات سابقة لم يستطع منتخب العراق تحقيق ذلك أبدا. وما بين المتبقي من اللقاءات ومستقبل الفريق على اتحاد الكرة أن ينظر للمستقبل برؤية أبعد لا أن تبصر عيناه بشكل محدود وتحت ضغوطات الأجواء الضبابية والمشحونة. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. نرجع لسيد عبد الرحمن رشيد عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء ناطق باسم النادي. سيد عبد الرحمن شكرا على تواجدك ويانا، ممنونين منك، انت على سفر توصل بألف سلامة. نادي الزوراء علقت رخصته اليوم، مشاكلكم متعلقة بس بالملعب وشو راح تحلوها؟ أول مرة تحياتي لمشاهدي القناة الشرقية وإلى حضرتك وإلى جميع الأعزاء. بالنسبة فيما يخص نادي الزوراء الرياضي أعتقد كل الأمور الإدارية مكملة الصراحة، بس البنية التحتية يعني قصدي الملعب ما كان احنا بالاصل متفقين مع وزير الشباب سابقا بعد هدم الملعب، لان الملعب يكون ملعب الشعب الدولي خاص المباراه، وتعرف نظام التراخيص بدون ملعب المنتج متكمل للمواصفات الدوليه، واحنا خبره بهالمساله. هناك اتفاق بين وزاره الشباب وبين نادي الزوراء
ولكن وزارة الشباب أعتقد يقول أربع أندية جماهيرية في ملعب الشعب أعتقد كثيرة، يعني يطالبون حسب أندية يطالبون بأن يكون ناديين. طبعا نحن زوران من ضمن الأندية، لأن يعني إحنا بالأصل اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، خلال الأيام إن شاء الله نحل المشكلة. وأعتقد معنا شو كنتوا قاعدين ويا الوزارة؟ شو كنتوا قاعدين ويا الوزارة؟ وشنو الصعوبات اللي تعرقل عملية اتفاقكم ويا الوزارة سيد عبد الرحمن؟ احنا اتفقنا مع وزارة الشباب من 2012 بعد هدم الملعبين كل ملعب يعني بشكل كتاب رسمي اتفق بين الطرفين، والاستاذ عصام الديوان كان وكيل وزير الشباب هو موقع عليه زمن مع الوزير جاسم، يعني ما عندنا خلاف بهذا الموضوع. اعتقد ان الاتفاقيه يعني بشكل ودي بين الاطراف. اعتقد الملعب لا حسب ان لا يجوز اربع انديه جماهيريه يلعب في ملعب الشعب، اعتقد العمليه صعبه على المدى الارضيه على المدى من الترتيبات الاموريه. مساله الزراعة اعتقد محسومه، يعني بدل ما تكون فريق ثاني من هو فريق ثاني مع الزراعة حسب المعلومات لا ليس لي علما، ان شاء الله خلال الايام تحل المشكله ومسألة إدارية بحتة لا أكثر ولا أقل. كل الشكر الجزيل لك سيد عبد الرحمن رشيد عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء على هذا الإيضاح. وهذه ناديا مشكلته فقط مرتبطة مع الوزارة، ونرجع مرة أخرى دعوة للوزارة أنه مثل ما عودتنا هالمرة تكون منفتحة، تكون مرنة، تتقبل الأندية، ونرجع ونقول نترك الخلافات مع مجلس أندية العراق ومع شخوص مجلس أندية العراق رغم الاتفاق على عدم شرعيته، لكن الأندية أهم من هذا المجلس، وتاريخها ووجودها بالدوري العراقي أهم بهواية من هذه الخلافات. كنا عرضنا على تقرير مباراتي العراق والإمارات، خلينا ننفرد بعرض هذا الكتاب اللي حصلنا عليه اليوم من مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم الموجه إلى الاتحاد العراقي، اللي يوضح فيه بالإشارة لكتابكم المرقم كذا بتاريخ كذا المتعلق باستضافة مباراتي العراق، مباراة العراق والإمارات في الأردن. أكو شغلة مهمة الآن يعني نريد نحكيها، أنه الاتحاد الأردني يؤكد على أن من قدم الطلب للاتحاد الأردني للاستضافة ولتغيير المباراة هو العراق وليس الإمارات، وفق الكتاب المرقم 13/734 إذا قرأته صح بتاريخ 8/8/2017 المتعلق باستضافة مباراة الشقيقين العراق والإمارات المقررة يوم 5/9/2017 من تصفية مونديال روسيا، أود إعلامكم بأن الاتحاد الأردني وافق على استضافة المباراة، حيث حدد الاتحاد الأردني استاد عمان ملعبا للمباراة، مع العلم أن استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة راح يستضيف مباراة المنتخب الأردني وأفغانستان بنفس اليوم لطبعا تصفيات كأس آسيا. هذا الكتاب هو كتاب الاتحاد الأردني اللي يعلن بموافقته على استضافة مباراة العراق والإمارات. خلينا ننطي لكل ذي حق حق. أولا إحنا كنا حاضرين اليوم هذا الاجتماع بشكل شخصي، حضرناه مع الأمين العام للاتحاد الأردني والسيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي، وبحضور النجم العراقي القدير الكابتن حسين سعيد. كنا حاضرين هذا الاجتماع وباسم كل العراقيين وباسم الاتحاد العراقي، اسمحوا لي سيد عبد الخالق مسعود اللي أوصانا أنه نوجه الشكر الجزيل لسمو الأمير علي بن الحسين على موقف الرائع دائما بخدمة كرة القدم العراقية. صدقوني بالحرف الواحد السيد سيزر يعني أمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم قال بأنه أنا عندي توصيات بأنه ملاعب وأندية وكل إمكانيات الأردن يجون يأخذوها أخواتنا العراقيين بدون أي سؤال وبدون أي طلب، كل ما نمتلكه هو لهم. فبالتالي يعني بتوصية من السيد رئيس الاتحاد وأيضا الكابتن القدير حسين سعيد نوجه الشكر الجزيل لسمو الأمير علي بن الحسين للاتحاد الأردني لكرة القدم على موقف عودونا عليه دائما وعلى كرم كبير عودونا عليه دائما. تحية لهم، ويعني نقلوا ملعبهم مباراتهم مع أفغانستان إلى القويسمة لأجل عيون العراق حتى احنا نلعب باستاد عمان، استاد عمان بنص المدينة، الجمهور العراقي والجالية العراقية تجي. اللي صار انه المباراة مقررة يوم 5/9 مباراتين بنفس الوقت يعني ظروف الأمنية وللواجبات الأمنية واحتياطيا لأخذ الترتيبات الأمنية للمباراة، فقوات الملاعب الأردنية طلبت انه يكون اكو فرق ساعتين بين مباراة العراق والإمارات ومباراة الأردن وأفغانستان لتوظيف الأمور وترتيبها. الاتحاد العراقي راح يحاول انه يرجع مباراتنا يقدمها يوم واحد يصير 4/9 بدل من 5/9، اذا ما قدرنا ننقلها فيعني موعد مباراة العراق راح يكون يمكن الساعة 5 العصر
أو بين الساعة 5 وساعة 5:30، لأن الفريق الأردني الشقيق راح يلعبون مباراتهم أمام أفغانستان ساعة 8 أو 7. إلى حد الآن الأمور ما توضحت، هناك نية لتقديم المباراة إلى 4:09، وإذا ما قدمت إلى 4:09 راح المباراة تكون ليلا باستاد عمان، وإذا ظلت يوم 5:09 مباراتنا راح تصير يا ساعة 5 العصر يا ساعة 5:30. عندنا وقت التقارير سيد علي ولا لا؟ طيب يلا تصريح واحد، شكرا. نور صبري على عبد الزهر. اعتقد كابتن باسم قاسم فتره استلامه كانت بها خلينا نقول بها انتقاله، وكانت الانتقاله جيده فتره طويله، المنتخب كانت نتائجه غير جيده. طبعا هذا ليس نكايه بشخص، كل فتره ولها ظروفها، وتوفيق وعدم التوفيق دائما حاضر. فبالتالي اعتقد المنتخب الان رغم انه الدوري الطويل اللي طبعا اللاعبين اللي انجزوه بصعوبه بالغه، المنتخب الان اعتقد معنوياته افضل، فممكن النتائج اللي حققها بالمباراتين الجايه هي يعني دفعه معنويه للبطولات المقبله، فاعتقد انه فريقنا راح يكون باداء افضل. والله اكيد احنا تعرف انه المنافسه بعد انتهت على بطاقه التاهل. بالنسبة للمباريات القادمة أنا قلتها سابقا أنه نلعب من أجل سمعة الكرة العراقية، إضافة إلى أنه ترتيب يعني الترتيب التصنيف الدولي هذا اللي يهمنا. قدمنا مباريات جيدة في مباراة اليابان، إضافة حتى المباريات الودية قدمنا بها مستوى مميز. نتمنى أنه نحقق نتيجة إيجابية في مباراة تايلاند ومباراة الفريق الإماراتي. تعرف لأن بعد هذه المباريات أكو استراحة تقريبا 3 أشهر 4 أشهر، ماكو أي منافسات، فنتمنى أنه نترك فت صورة يعني ناصعة للفريق العراقي في هذه التصفيات إن شاء الله. على باقي السريع إلى اللقاء، يلا إلى اللقاء.